البرهان يعين مجلس سيادة انتقالية وينهي تجميد مواد في الوثيقة الدستورية تتعلق بصلاحياته. مكتب تحقيقات الفيدرالي FBI يحذر الشركات الأمريكية من هجوم إلكتروني إيراني محتمل. بمشاركة الدول المعنية مؤتمر باريس لدعم إجراء الانتخابات الليبية وإخراج المرتزقة. تحالف دعم الشرعية يدمر منصات إطلاق الصواريخ والمقذوفات الحوثية في سرواح غرب مأرب. أهلا بكم إلى هذه النشرة. أمر رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان بفك تجميد صلاحيات مجلس السيادة عدا المتعلقة بتنفيذ برنامج الحرية والتغيير، كما أصدر الفريق أول البرهان قرارا بفك تجميد عدة مواد بالوثيقة الدستورية. إلى ذلك أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أدى القسم رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي في السودان. وفي وقت سابق أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية حرصه على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس في السودان. بدوره قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن المنظمة تتابع التطورات في السودان بقلق، مشددا على ضرورة العودة للاستقرار وإطلاق كل السياسيين والقادة الذين تم اعتقالهم. لقد ألقينا نظرة على آخر التطورات، أود أن أقول إنها مقلقة للغاية. نريد أن نرى الاستقرار في أسرع وقت ممكن، كما نريد أن نرى إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك من الإقامة الجبرية، فضلا عن كل السياسيين والقادة الذين تم اعتقالهم. من جانبها أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من الوضع في السودان وحثت على العودة إلى المفاوضات بأسرع وقت. قلقون للغاية من التقارير حول التصرفات الأحادية من قبل قائد الجيش في السودان، والتي نراها تتعارض مع الوثيقة الدستورية السودانية وتتعارض مع مبادئه. كانت لدينا مباحثات من قبل الأعضاء في مجلس الأمن. نحن نرى أن النافذة تغلق أمام الحوار والحل السلمي. أعتقد أن مجلس الأمن أوضح موقفه بضرورة عودة المفاوضات، ونريد أن نرى الديمقراطية والحرية في السودان وعودة الإنترنت. تبدي فرنسا التي تتصدر الجهود الأوروبية لناحية الاتصالات مع إيران موقفاً متصلباً حيال هذا البلد، لم تغيره الزيارة التي قام بها إلى باريس الثلاثاء مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر الكني، ولا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزيري خارجية البلدين في اليوم ذاته. مررنا الرسالة إلى طهران مرتين، تقول باريس عن رسالة حزم أبلغها وزير خارجية فرنسا خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي كان معاونه السياسي يجري محادثات في باريس الثلاثاء.
بعد المحادثات والاتصال بيومين جاءت الرسالة واضحة من الخارجية الفرنسية في حديث للعربية: نبقى قلقين جدا إزاء عدم احترام إيران لتعهداتها والتزاماتها حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالنسبة لنا من الواضح أن عليها أن تستأنف دون تأخير الحوار والتعاون مع الوكالة. خلافا لمرونتها السابقة حيال إيران، تبنت باريس منذ فترة لهجة أمريكية تعتبر إنتاج طهران اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المعدني إجراءات استفزازية تشكل خطرا على الأمن العالمي. وبلغت مخاوف باريس قبل أيام درجة اعتبرت معها أن الفترة الفاصلة عن امتلاك طهران سلاحا نوويا تتقلص شيئا فشيئا. سألنا عن كل ذلك كريستيان كومبون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: نحن متضامنون مع نظام العقوبات الذي أصدرته الدول الغربية بحق إيران، علما أننا ندعو دائما للعودة إلى تطبيق اتفاق فيينا. ينصح الفرنسيون إيران بالتقاط الفرصة المتاحة تجنبا لتصعيد خطير لن يكون لصالح أي بلد، كما جاء حرفيا في أحد بياناتهم الأخيرة. يعزو مراقبون تغير اللهجة الفرنسية حيال إيران إلى شروع الأخيرة في أنشطة نووية تصفها باريس بأنها غير مسبوقة من حيث خطورتها، وهي أنشطة تقلص الفترة الزمنية الفاصلة عن امتلاك طهران سلاحا نوويا، كما قال مصدر رئاسي فرنسي قبل أيام. سينق نايبر، الحدث، باريس. بعد تصريح إسرائيلي صدر مؤخرا بشأن الاستعداد لأي حرب معها، قالت إيران على لسان الحرس الثوري إن إسرائيل يمكن أن تبدأ حربا ضدها، لكن هي التي ستنهيها على حد تعبيرها. سلسلة الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا فتحت الباب أمام حرب كلامية وتهديد واتهامات متبادلة بين إيران وإسرائيل. فمن جانب تؤكد إسرائيل استعدادها لمواجهة أي تهديد يمس أمن حدودها مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي. את התוכניות המבצעיות והמוכנות להתמודדות עם איראן ועם איום הגרעין הצבאי. الجانب الإيراني سرعان ما رد على تلك التهديدات بأخرى جاءت على لسان أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري، الذي قال أن تل أبيب يمكنها أن تبدأ حربا ضد طهران، لكن الأخيرة هي من سينهيها على حد وصفه. نيران التوتر بين إسرائيل وإيران والحرب الخفية بينهما مستعرة منذ وقت طويل توفرها أرض خصبة من الخلافات والمواجهات، فإسرائيل تعارض ومنذ البداية إجراء محادثات نووية مع طهران، معتبرة أن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذا الملف. ملف الملاحة البحرية هو الآخر محل صدام بين إيران وإسرائيل، فمن جهة تتهم تل أبيب طهران باستهدافها لقافلاتها، ومن جهة أخرى تستهدف القوات الإسرائيلية سفناً كانت متجهة إلى سوريا حاملة النفط الإيراني وإمدادات عسكرية. أما في ملف الحدود السورية فالحدود المستعرة بين البلدين تشكل تهديداً مباشراً لأمن حدود إسرائيل، خاصة وأن قوات الحرس الثوري تغامر أحياناً بالانتشار على مسافة قريبة من الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. لكن احتمالية تصاعد المشهد بين الطرفين إلى حرب شاملة وفقاً لمحللين احتمالية مستبعدة، على اعتبار أنها حرب ليست في مصلحة أحد ونتائجها تبقى غير محسوبة. روان حمزة، الحدث. أعلنت الخارجية البريطانية أن مسؤولين في الوزارة ضغطوا على نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني للإفراج عن جميع الرعايا البريطانيين مزدوجي الجنسية والمحتجزين ظلما في إيران، بمن فيهم نازنين زجاري وأنوشة عاشوري ومراد تهباز. وخلال اجتماع في لندن شددوا على ضرورة عودة طهران إلى المحادثات النووية، مؤكدين أنه يتعين على إيران إبرام الاتفاق النووي بموجب الشروط المطروحة على الطاولة الآن. حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الشركات الأمريكية من متسللين وقراصنة إيرانيين قاموا بالبحث في مواقع الويب سايت الخاصة بالمجرمين الإلكترونيين بحثا عن بيانات حساسة سرقت من منظمات أمريكية وأجنبية.
وأوضح تقرير للمكتب حصلت CNN على نسخة منه أن هذه المعلومات قد تكون مفيدة في الجهود المستقبلية لاختراق تلك المنظمات. وأعرب مكتب التحقيقات الفيدرالية عن قلقه من استخدام مجموعة القرصنة الإيرانية هذه المعلومات لرسم طرق في شبكات الشركات الأمريكية في المستقبل. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا بمشاركة قادة ومسؤولي الدول المعنية والمرتبطة في الأزمة الليبية. يهدف المؤتمر إلى الدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، إضافة إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها. ومن بين أبرز الحاضرين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن الجيش الليبي وافق على إخراج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية من مناطق سيطرته من دون التقيد بشرط الخروج المتزامن. وقالت لجنة 5+5 أن هذا القرار جاء تلبية لطلب فرنسي من الجيش بإطلاق مبادرة عملية لإخراج المرتزقة. وقال الجيش الليبي أن خروج الدفعة الأولى ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة لنقل المقاتلين إلى دولهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب الجنوبية. وأكدت مصادر ميدانية للحدث تنفيذ تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات غربية مأرب أدت إلى تدمير منصات لإطلاق الصواريخ والمقذوفات الحوثية في منطقة أراك في سرواح. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانوا متخفين بملابس نسائية حاولوا الدخول إلى المحافظة لإثارة القلاقل وأحداث الاختلالات الأمنية. كما أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل حوثية إلى مواقعها في جبهة ذنا جنوبي غرب مأرب. وأوقعت القتلى بعد أن استهدفت العناصر والعتاد العسكري الذي تم نقله استعدادا للهجوم، فيما فر باقي العناصر نحو جبال السواد التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية جنوب مدينة مأرب. إلى اللقاء. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعدا في كل يوم. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول.
البرهان يعين مجلس سيادة انتقاليا وينهي تجميد مواد في الوثيقة الدستورية تتعلق بصلاحياته. مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يحذر الشركات الأمريكية من هجوم إلكتروني إيراني محتمل. بمشاركة الدول المعنية مؤتمر باريس لدعم إجراء الانتخابات الليبية وإخراج المرتزق. تحالف دعم الشرعية يدمر منصات إطلاق الصواريخ والمقذوفات الحوثية في سرواح غرب مالي. أهلا بكم إلى هذه النشرة. أمر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أمر بفك تجميد صلاحيات مجلس السيادة عدا المتعلقة بتنفيذ برنامج الحرية والتغيير. كما أصدر الفريق أول البرهان قرارا بفك تجميد عدة مواد بالوثيقة الدستورية. أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية القسم رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي في السودان. وفي وقت سابق أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أكد حرصه على حماية الثورة وعلى تحقيق الانتقال الديمقراطي السلس في السودان. بدوره قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن المنظمة تتابع التطورات في السودان بقلق مشددا على ضرورة العودة للاستقرار وأطلاق كل السياسيين والقادة الذين تم اعتقالهم. لقد ألقينا نظرة على آخر التطورات، أود أن أقول إنها مقلقة للغاية. نريد أن نرى الاستقرار في أسرع وقت ممكن، كما نريد أن نرى إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك من الإقامة الجبرية، فضلا عن كل السياسيين والقادة الذين تم اعتقالهم. من جانبها أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة عن قلقها من الوضع في السودان وحثت على العودة إلى المفاوضات بأسرع وقت. قلقون للغاية من التقارير حول التصرفات الأحادية من قبل قائد الجيش في السودان، والتي نراها تتعارض مع الوثيقة الدستورية السودانية وتتعارض مع مبادئه. كانت لدينا مباحثات من قبل الأعضاء في مجلس الأمن. نحن نرى أن النافذة تغلق أمام الحوار والحل السلمي. أعتقد أن مجلس الأمن أوضح موقفه بضرورة عودة المفاوضات، ونريد أن نرى الديمقراطية والحرية في السودان وعودة الإنترنت. من جانبه قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد يتابع بقلق بالغ بقاء رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية مع محدودية قدرته على التواصل مع العالم الخارجي. وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن سفراءه لم يتمكنوا من لقاء حمدوك مرة أخرى بعد أن أطلق الجيش سراحه، كما دعا الاتحاد الأوروبي للإفراج فورا عن جميع المعتقلين لدى سلطاته العسكرية منذ 25 أكتوبر الماضي. الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي دعا أيضا قوات الأمن السودانية إلى ضرورة ضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمي، مع توقعات بخروج مظاهرات خلال الأيام المقبلة.
تشهد منطقة بري في العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات بعد الإعلان عن تشكيل المجلس السيادي الجديد، حيث أشعل المتظاهرون النار في الإطارات داخل شوارع العاصمة. تبدي فرنسا التي تتصدر الجهود الأوروبية لناحية الاتصالات مع إيران موقفا متصلبا حيال هذا البلد، لم تغيره الزيارة التي قام بها إلى باريس الثلاثاء مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كني، ولا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزيري خارجية البلدين في اليوم ذاته. مررنا الرسالة إلى طهران مرتين، تقول باريس عن رسالة حزم أبلغها وزير خارجية فرنسا خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي كان معاونه السياسي يجري محادثات في باريس الثلاثاء. بعد المحادثات والاتصال بيومين جاءت الرسالة واضحة من الخارجية الفرنسية في حديث للعربية: نبقى قلقين جداً إذا عدم احترام إيران لتعهداتها والتزاماتها حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالنسبة لنا من الواضح أن عليها أن تستأنف دون تأخير الحوار والتعاون مع الوكالة. خلافاً لمرونتها السابقة حيال إيران، تبنت باريس منذ فترة لهجة أمريكية تعتبر إنتاج طهران اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المعدني إجراءات استفزازية تشكل خطراً على الأمن العالمي، وبلغت مخاوف باريس قبل أيام درجة اعتبرت معها أن الفترة الفاصلة عن امتلاك طهران سلاحاً نووياً تتقلص شيئاً فشيئاً. سألنا عن كل ذلك كريستيان كومبون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: نحن متضامنون مع نظام العقوبات الذي أصدرته الدول الغربية بحق إيران، علما أننا ندعو دائما للعودة إلى تطبيق اتفاق فيينا. ينصح الفرنسيون إيران بالتقاط الفرصة المتاحة تجنبا لتصعيد خطير لن يكون لصالح أي بلد، كما جاء حرفيا في أحد بياناتهم الأخيرة. يعزو مراقبون تغير اللهجة الفرنسية حيال إيران إلى شروع الأخيرة في أنشطة نووية تصفها باريس بأنها غير مسبوقة من حيث خطورتها، وهي أنشطة تقلص الفترة الزمنية الفاصلة عن امتلاك طهران سلاحا نوويا، كما قال مصدر رئاسي فرنسي قبل أيام. سينق نايبر، الحدث، باريس. بعد تصريح إسرائيلي صدر مؤخرا بشأن الاستعداد لأي حرب معها، قالت إيران وعلى لسان الحرس الثوري إن إسرائيل يمكن أن تبدأ حربا ضدها، لكن هي التي ستنهيها. هذا ما قالته طهران. سلسلة الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا فتحت الباب أمام حرب كلامية وتهديد واتهامات متبادلة بين إيران وإسرائيل. فمن جانب تؤكد إسرائيل استعدادها لمواجهة أي تهديد يمس أمن حدودها مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي. צה"ל מאיץ את התוכניות המבצעיות והמוכנות להתמודדות עם איראן ועם איום הגרעין הצבאי. الجانب الإيراني سرعان ما رد على تلك التهديدات بأخرى جاءت على لسان أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري، الذي قال أن تل أبيب يمكنها أن تبدأ حرباً ضد طهران، لكن الأخيرة هي من سينهيها على حد وصفه. نيران التوتر بين إسرائيل وإيران والحرب الخفية بينهما مستعرة منذ وقت طويل، توفرها أرض خصبة من الخلافات والمواجهات، فإسرائيل تعارض ومنذ البداية إجراء محادثات نووية مع طهران، معتبرة أن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذا الملف. ملف الملاحة البحرية هو الآخر محل صدام بين إيران وإسرائيل، فمن جهة تتهم تل أبيب طهران باستهدافها لقافلاتها، ومن جهة أخرى تستهدف القوات الإسرائيلية سفناً كانت متجهة إلى سوريا حاملة النفط الإيراني وإمدادات عسكرية. أما في ملف الحدود السورية فالحدود المستعرة بين البلدين تشكل تهديداً مباشراً لأمن حدود إسرائيل، خاصة وأن قوات الحرس الثوري تغامر أحياناً بالانتشار على مسافة قريبة من الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
لكن احتمالية تصاعد المشهد بين الطرفين إلى حرب شاملة وفقاً لمحللين احتمالية مستبعدة، على اعتبار أنها حرب ليست في مصلحة أحد ونتائجها تبقى غير محسوبة. روان حمزة، الحدث. أعلنت الخارجية البريطانية أن مسؤولين في الوزارة ضغطوا على نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني للإفراج عن جميع الرعايا البريطانيين مزدوجي الجنسية المحتجزين ظلما في إيران، بما فيهم نازنين زجاري وأنوشا عاشوري ومراد طهباز. وخلال اجتماعا في لندن شددوا على ضرورة عودة طهران إلى المحادثات النووية، مؤكدين أنه يتعين على إيران إبرام الاتفاق النووي بموجب الشروط المطروحة على الطاولة. حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الشركات الأمريكية من متسللين وقراصنة إيرانيين قاموا بالبحث في مواقع الويب الخاصة بالمجرمين الإلكترونيين بحثا عن بيانات حساسة سرقت من منظمات أمريكية وأجنبية. وأوضح تقرير للمكتب حصلت CNN على نسخة منه أن هذه المعلومات قد تكون مفيدة في الجهود المستقبلية لاختراق تلك المنظمات. وأعرب المكتب أو مكتب التحقيقات عن قلقه من استخدام مجموعة القرصنة الإيرانية هذه المعلومات لرسم طرق في شبكات الشركات الأمريكية في المستقبل. مشاهدينا، يظهر العاجل على شاشة الحدث، وهو أنه على فيما يخص رد على اتهام ماكرون له بالكذب في أزمة الغواصات. رئيس وزراء أستراليا يقول إنه لم يكذب أبدا، هذا ما قاله رئيس الوزراء الأسترالي خلال وجوده في منصبه ردا على كلام ماكرون واتهامه له بالكذب فيما يخص أزمة الغواصات. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا بمشاركة قادة ومسؤولي الدول المعنية والمرتبطة في الأزمة هناك. ويهدف المؤتمر إلى الدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، إضافة إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها. ومن أبرز الحاضرين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي تطوير التعاون العسكري بين مصر وفرنسا. وأعرب السيسي عن التقدير والثقة تجاه العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا، خاصة الشق الأمني والعسكري. ورأى أن مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة. وتم التوافق بين السيسي ووزيرة الجيوش الفرنسية على التشاور والتنسيق من أجل مواجهة الإرهاب الذي يهدد الأمن الإقليمي ومنطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقي. كما شدد على أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في 24 من ديسمبر المقبل. أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن الجيش الليبي وافق على إخراج 300 مرتزق والقوات الأجنبية من مناطق سيطرته من دون التقيد بشرط الخروج المتزامن. وقالت لجنة 5+5 إن هذا القرار جاء تلبية لطلب فرنسي من الجيش بإطلاق مبادرة عملية لإخراج المرتزقة. وقال الجيش الليبي إن خروج الدفعة الأولى ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة لنقل المقاتلين إلى دولهم. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء مع ناشطي المجتمع المدني من مدينة عقارب بولاية صفاقس على ضرورة الانتباه لمن يسعى لتأجيج الأوضاع في البلاد. وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيد أكد على وحدة الدولة وأهمية وعي الجميع في المخاطر التي تعيشها البلاد. تصريحات سعيد جاءت مع تجدد المواجهات اليوم بين المحتجين والقوى الأمنية، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بين محافظتي صفاقس وقابس وتوقف حركة السير، فيما لجأت قوات الأمن لإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط ضد المحتجين.
بشكل مفاجئ أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا جزئيا طال وزراء الاتصال والعمل والفلاحة وفقا لبيان الرئاسة الجزائرية، واستبدل وزير الاتصال عمار بالحمر الذي شغل المنصب منذ يناير بمحمد بوسليماني، ولم يوضح البيان أسباب إعفاء الوزراء الثلاثة. دعت الخارجية أو متحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء تحتجزهم ميليشيا الحوثي من دون أن يحدد عددهم أو مهامهم. وأوضح المتحدث في بيان أن هؤلاء ما زالوا محتجزين دون تفسير، ويدعو إلى الإفراج الفوري عنهم، مؤكدا أنهم سيواصلون جهودهم الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيهم وإخلاء السفارة، حيث أكد المتحدث بأن ميليشيا الحوثي اقتحمت مجمع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض، داعيا الحوثيين إلى إخلاء المقر فورا وإلى إعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها. نبقى مشاهدينا في اليمن، تحديدا في مأرب، ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات والمحافظات اليمنية الأخرى. هذا الارتفاع عاده المواطنون إلى ارتفاع سعر الصرف الذي أضعف الريال اليمني الذي بات في أدنى قيمة له على الأطلاق. الزميل أحمد بكاتو جال في أسواق مأرب والتقى المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصرافة وأعد لنا هذا التقرير. حالة من الغضب يشعر بها سكان مأرب نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد التموينية والخدمات، ما أثر بوضوح على القدرة الشرائية للمواطن اليمني. ارتفاع سعر الصرف هو المتهم الأول فيما وصل إليه حال المواطنين هنا، كما يقول لنا محمد الذي يؤكد أن دخله بات لا يتناسب أبدا مع احتياجات أسرته. ارتفعت الأسعار مقابل الصرف، وانعكس هذا كل سلبي على المواطن المسكين. كنت انا اشتري الكيلو والموز هذا اشتريها ب 300 ب 400، الان بيقول لك ب 1000. اطالب من الحكومه انهم ينزلوا على مستوى المواطن، تستقر العمله المحليه. اخي الشراء غالي علينا. فيما التجار من جهتهم يلقون باللوم على الحكومه فيما وصل اليه الحال. احنا بيعنا ما نجذب باي شيء، نبيع على حسب الشراء، نشتري غالي ونبيع لهم على حسب الشراء غالي. والزبائن يصيح يقول ليش هذا غالي وليش هذا عبر الشراء غالي علينا. بينما يطالب حسين صاحب احد محال المواد الغذائيه بتدخل سريع من الحكومه. احنا نتمنى ان الصرف، اذا نقص الصرف ونقص كل شيء. اذا استقر الصرف وريع والحوالات وهذا يريع كل شيء. الان نشتغل باقل، خلاص الزبون اللي كان يشيل كيس سكر الان يشيل قطمه 10 كيلو. تدخل إذا لم يحدث سريعا ستسوء الأوضاع كما تقول هذه السيدة. أسعار نار نار يا أخي نار، والله إني ما نقدر نشتري لعيالنا حاجة، نخرج نشحت، والله إني نشحت، والله إن الظروف تحكم. زوجي مريض داخل بحالة، حالتنا حالة ما يعلم بالحال إلا أرحم الراحم. حسبي الله على غلا هذا ونعم الوكيل. أصحاب شركات الصرافة باتوا متهمين من قبل الحكومة والمواطنين، ما تسبب في إغلاق عدد من هذه المحال. التقينا فيصل صاحب أحد محال الصرافة الذي أكد لنا أنه لا علاقة لهم بارتفاع الأسعار. شركة الصرافة مش بأيديها، على جميع المحافظات كامل، يعني هم يقولون مارب 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 ماشي بيده ويتبع عدن. ما بين الاتهامات المتبادلة بين البنك المركزي من جهة وشركات الصرافة من جهة أخرى بشأن ارتفاع سعر الصرف، يبقى المواطن اليمني هو الضحية والخاسر الأكبر جراء هذه الأزمة. أحمد بقاتو، الحدث، محافظة مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب الجنوبية. أكدت مصادر ميدانية للحدث تنفيذ تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات غربية مأرب أدت إلى تدمير منصات لإطلاق الصواريخ والمقذوفات الحوثية في منطقة أراك في سرواح. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانوا متخفين بملابس نسائية حول الدخول إلى المحافظة لإثارة القلاقل وأحداث الاختلالات الأمنية. كما أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل حوثية إلى مواقعها في جبهة ذنا جنوبية غرب مأرب،
ووقعت عشرات القتلى بعد أن استهدفت العناصر والعتاد العسكري الذي تم نقله استعدادا للهجوم، فيما فر باقي العناصر نحو جبال السواد التي تتمركز فيها الميليشيات جنوب مأرب. أعدت مؤسسة سمير القصير دراسة حول الظروف الإلكترونية التي أحاطت بمقتل لقمان سليم قبل وبعد اغتياله بشهر، وتبين الدراسة أن مجموعات تابعة لحزب الله على السوشيال ميديا خاصة تويتر ساهمت بنشر معلومات مغلوطة حول سليم تتهمه بالعمالة، وهي تهمة تبرر قتله في أو قتله في لبنان. 9 أشهر مرت ولم يقل القضاء كلمته بعد في جريمة اغتيال لقمان سليم، لكن الطريق إلى مقتل الباحث والناشط المستقل المناهض لحزب الله كانت معبدة بالترهيب والتهديد على أرض الواقع كما في العالم الافتراضي. وبانتظار أن تصدر العدالة أحكامها، قررت مؤسسة سمير قصير بالتعاون مع الدكتور نصري مسرة إعداد دراسة ميدانية عن شبكات البغض الإلكترونية التي حاصرت سليم قبل وبعد مقتله بشهر. أكثر من 187 تغريدة تمت دراستها علميا ليتبين أن شبكة الكراهية ركزت على إلصاق تهمة التعامل مع إسرائيل بلقمان سليم، ليبلغ التفاعل مع هذه التهمة ذروته في 3 فبراير تاريخ الاغتيال. مثل كان عم تسمع 180 ألف واحد عم بيحكي، يعني صرت جرب شوف شو عم بي يعني عن أي مواضيع عم بيحكوا، أعمل أناليز للكلمات كله هاي، ولاحظت أنه فيها هالحديث الكراهية إذا بدك اللي مبلش حتى قبل اغتياله ومكمل لبعد اغتياله. المؤثرين الكبار بهذا الموضوع كانوا ناس صحفية وpublic figures، يعني ناس معروفين بالمجتمع، يعني ما كانوا الأكترية، ما كانوا fake profiles، ما كانوا ناس جيوش إلكترونية. يعني هلا هن بلكي جزء من إذا بدك مجموعة إلكترونية أو شيء، بس يلي بيعجب انه بتلاحظي انه ناس مفروض يكونوا هن صله وصل. يعني هذا اكثر شيء فيك تتهمي فيه حدا اليوم بلبنان، يعني كانك عم بتشرعي بمحل اغتياله. يعني وقت واحد تقولي هيدا عميل انه صار يخاف يمشي على الطريق. واذا كان لقمان قد اغتيل جسديا، الا ان فكره حي بنشاط شقيقته رشا وعائلته وفريق عمله الحريص على نشر ثقافته بعد رحيله. لا تحتاج رشا لبرهان يدلها على من قتل شقيقها، لكن الدراسة شكلت دليلا علميا على ما عانى منه لقمان. أن يتصرف كفيلق، فعلا أنه فيلق إلكتروني يتحرك هيك، أنه واحد بيعطي الكلمة الأولى ويلا. أكيد كان في عندنا بالمكتب ناس عم بيتابعوا هيدا الفيالق، لأن هي حجج ضدهم، أنه اليوم إذا في قدرنا شي نهار نروح على قضاء عادل، أنه هذا الملف اللي هو ملف كل ما عم بيكبر كل يوم، لأنه هو صح قتلوه يوم 3 شباط، بس ما استمروا بالقتل لبعد ما نقتل، وضلن شمتانين وضلن قليلين الأدب. يعني أنه أنت قريتي شوي أي مستوى أي درك، هو ما بينزلوا ولا نحن نرفض، أنه في نوع من أنه رفض تام للسفاهة. كان بيسميهم سفهاء، أنا لما كنت أشكيله قل له هودي سفهاء، حتى لما يردوا ردود سفيهة على صفحته قل له من فضلك حذفهم، يقول لي لا لازم تبين سفاهتهم. يرفض مسرة تسمية من قاد حملة التخوين أمام الكاميرا، لكن الأسماء واضحة في الدراسة المنشورة على موقع سكايز، بينهم إعلاميون ينتمون للمحور الإيراني وسياسيون شاركوا أيضا في حملة تخوين ممنهجة شكلت ذريعة لهدر دم لقمان سليم. كانوا عم بيقولوا أنه هو طالب من إسرائيل تتدخل عسكريا بلبنان ضد يعني بلبنان، وكمان تبين انا فت حضرت الفيديو هو مش طالب من، يعني ما في حتى موضوع اسرائيل بهاي الفيديو. لا تنسى رشا يوم اقتحم مناصرو حزب الله منزل العائله ليلا لينشروا على مدخله في وسط ضاحيه بيروت الجنوبيه ملصقات خونت لقمان وهددته بكاتم الصوت. انا اصعب يوم كان يوم ما جريدتهم، جريده الصفراء اللي هي
تدعي العفة، كتبت ضد لقمان، وكتب يومتها القلم سمي أنا فم الذهب، كتب يقول إنه انتبهوا على رقابكم. كان يومتها هيدي قبل بيتنا، هيدي كانت بالجريدة الصفراء، كان في يعني إنه إذا بدك دعوة مباشرة على القتل. أنا يومتها بقيت مريضة أسبوع، ويعني بصراحة شعرت بكتير أسى إنه كان تهديد مباشر. وهذا صحفي، مثل ما كمان فرج الدكتور مسرع إنه هودي مفروض أقلام، ومفروض يكونوا فم ذهب، ومفروض يكونوا مرجعيات، هودي هن القتلة. فإنه لما يكون الصحفي قاتل، إنه شو تركتي للقاتل القاتل يعني. لا تقتصر شبكة الكراهية على لقمان سليم بحسب الدراسة، بل تتسع لتطال كل من يعارض حزب الله، خاصة من الطائفة الشيعية. لكن سكايز تحذر أيضا من حملة تخوين مشابهة لتلك التي طالت لقمان سليم يتعرض لها اليوم القاضي المكلف بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. أعرب متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز عدد من المواطنين الأمريكيين في أثيوبيا. وأكد المتحدث أن واشنطن تجري نقاشات نشيطة مع الحكومة الأثيوبية حول هذه المسألة عبر السفارة الأمريكية في أديس أبابا. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى كينيا ونيجيريا والسنغال من 15 إلى 20 نوفمبر الحالي للتأكيد على عمق العلاقات مع شركاء الأفارقة. وأضافت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيبدأ رحلته من نيروبي، حيث سيلتقي الرئيس الكيني لمعالجة قضايا الأمن الإقليمي مثل إثيوبيا والصومال والسودان. في ختام النشرة نذكر بالعناوين: البرهان يعين مجلس سيادة انتقالية وينهي تجميد مواد بالوثيقة الدستورية تتعلق بصلاحياته. FBI يحذر الشركات الأمريكية من هجوم إلكتروني إيراني محتمل. بمشاركة الدول المعنية مؤتمر باريس لدعم إجراء الانتخابات الليبية وإخراج المرتزقة. إلى اللقاء. انقلاب الجبهة الإسلامية في السودان الذي أوصل عمر حسن البشير إلى السلطة 30 من يونيو 89، كيف فهمت التفاؤل المصري في البداية رغم يعني عدم الارتياح العراقي؟ ما يتعلق بالأمريكان، كان هنالك عندهم عالم من أصل مصري يعمل في مجال الصواريخ، صارت علاقة عندما كان هنالك أبو غزالة ملحق عسكري وبعدين رئيس مخابرات حربية ثم مع وزير الدفاع. مصر ساعدتنا كثير، وزارة الدفاع المصرية كانت تستورد بعض المعدات لها وهي لحساب العراق. قال لي خليها في بالك، أول الناس راح يفرحوا بضرب هذه الأشياء اللي سويتوها هم الناس اللي بعثوا برقيات. نبيل نجم، السفير العراقي الأسبق لمصر، الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الليلة 10:30 على شاشة العربية. لا تأتي في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19:00 اكتشف ما بين السطور. من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث. We'll be right back.
البرهان يعين مجلس سيادة انتقالية وينهي تجميد مواد في الوثيقة الدستورية تتعلق بصلاحياته. مكتب تحقيقات الفيدرالي FBI يحذر الشركات الأمريكية من هجوم إلكتروني إيراني محتمل. بمشاركة الدول المعنية مؤتمر باريس لدعم إجراء الانتخابات الليبية وإخراج المرتزقة. تحالف دعم الشرعية يدمر منصات إطلاق الصواريخ والمقذوفات الحوثية في سرواح غرب مأرب. أهلا بكم إلى هذه النشرة. أمر رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان بفك تجميد صلاحيات مجلس السيادة عدا المتعلقة بتنفيذ برنامج الحرية والتغيير، كما أصدر الفريق أول البرهان قرارا بفك تجميد عدة مواد بالوثيقة الدستورية. إلى ذلك أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أدى القسم رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي في السودان. وفي وقت سابق أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية حرصه على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس في السودان. بدوره قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن المنظمة تتابع التطورات في السودان بقلق، مشددا على ضرورة العودة للاستقرار وإطلاق كل السياسيين والقادة الذين تم اعتقالهم. لقد ألقينا نظرة على آخر التطورات، أود أن أقول إنها مقلقة للغاية. نريد أن نرى الاستقرار في أسرع وقت ممكن، كما نريد أن نرى إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك من الإقامة الجبرية، فضلا عن كل السياسيين والقادة الذين تم اعتقالهم. من جانبها أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من الوضع في السودان وحثت على العودة إلى المفاوضات بأسرع وقت. قلقون للغاية من التقارير حول التصرفات الأحادية من قبل قائد الجيش في السودان، والتي نراها تتعارض مع الوثيقة الدستورية السودانية وتتعارض مع مبادئه. كانت لدينا مباحثات من قبل الأعضاء في مجلس الأمن. نحن نرى أن النافذة تغلق أمام الحوار والحل السلمي. أعتقد أن مجلس الأمن أوضح موقفه بضرورة عودة المفاوضات، ونريد أن نرى الديمقراطية والحرية في السودان وعودة الإنترنت. تبدي فرنسا التي تتصدر الجهود الأوروبية لناحية الاتصالات مع إيران موقفاً متصلباً حيال هذا البلد، لم تغيره الزيارة التي قام بها إلى باريس الثلاثاء مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كني، ولا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزيري خارجية البلدين في اليوم ذاته. مررنا الرسالة إلى طهران مرتين، تقول باريس عن رسالة حزم أبلغها وزير خارجية فرنسا خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي كان معاونه السياسي يجري محادثات في باريس الثلاثاء.
بعد المحادثات والاتصال بيومين جاءت الرسالة واضحة من الخارجية الفرنسية في حديث للعربية: نبقى قلقين جدا إزاء عدم احترام إيران لتعهداتها والتزاماتها حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالنسبة لنا من الواضح أن عليها أن تستأنف دون تأخير الحوار والتعاون مع الوكالة. خلافا لمرونتها السابقة حيال إيران، تبنت باريس منذ فترة لهجة أمريكية تعتبر إنتاج طهران اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المعدني إجراءات استفزازية تشكل خطرا على الأمن العالمي. وبلغت مخاوف باريس قبل أيام درجة اعتبرت معها أن الفترة الفاصلة عن امتلاك طهران سلاحا نوويا تتقلص شيئا فشيئا. سألنا عن كل ذلك كريستيان كومبون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: نحن متضامنون مع نظام العقوبات الذي أصدرته الدول الغربية بحق إيران، علما أننا ندعو دائما للعودة إلى تطبيق اتفاق فيينا. ينصح الفرنسيون إيران بالتقاط الفرصة المتاحة تجنبا لتصعيد خطير لن يكون لصالح أي بلد، كما جاء حرفيا في أحد بياناتهم الأخيرة. يعزو مراقبون تغير اللهجة الفرنسية حيال إيران إلى شروع الأخيرة في أنشطة نووية تصفها باريس بأنها غير مسبوقة من حيث خطورتها، وهي أنشطة تقلص الفترة الزمنية الفاصلة عن امتلاك طهران سلاحا نوويا، كما قال مصدر رئاسي فرنسي قبل أيام. سينق نايبر، الحدث، باريس. بعد تصريح إسرائيلي صدر مؤخرا بشأن الاستعداد لأي حرب معها، قالت إيران على لسان الحرس الثوري إن إسرائيل يمكن أن تبدأ حربا ضدها، لكن هي التي ستنهيها على حد تعبيرها. سلسلة الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا فتحت الباب أمام حرب كلامية وتهديد واتهامات متبادلة بين إيران وإسرائيل. فمن جانب تؤكد إسرائيل استعدادها لمواجهة أي تهديد يمس أمن حدودها مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي. את התוכניות המבצעיות והמוכנות להתמודדות עם איראן ועם איום הגרעין הצבאי. الجانب الإيراني سرعان ما رد على تلك التهديدات بأخرى جاءت على لسان أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري، الذي قال أن تل أبيب يمكنها أن تبدأ حربا ضد طهران، لكن الأخيرة هي من سينهيها على حد وصفه. نيران التوتر بين إسرائيل وإيران والحرب الخفية بينهما مستعرة منذ وقت طويل، توفرها أرض خصبة من الخلافات والمواجهات. فإسرائيل تعارض ومنذ البداية إجراء محادثات نووية مع طهران، معتبرة أن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه هذا الملف. ملف الملاحة البحرية هو الآخر محل صدام بين إيران وإسرائيل، فمن جهة تتهم تل أبيب طهران باستهدافها لقافلاتها، ومن جهة أخرى تستهدف القوات الإسرائيلية سفناً كانت متجهة إلى سوريا حاملة النفط الإيراني وإمدادات عسكرية. أما في ملف الحدود السورية فالحدود المستعرة بين البلدين تشكل تهديداً مباشراً لأمن حدود إسرائيل، خاصة وأن قوات الحرس الثوري تغامر أحياناً بالانتشار على مسافة قريبة من الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. لكن احتمالية تصاعد المشهد بين الطرفين إلى حرب شاملة وفقاً لمحللين احتمالية مستبعدة، على اعتبار أنها حرب ليست في مصلحة أحد ونتائجها تبقى غير محسوبة. روان حمزة، الحدث. أعلنت الخارجية البريطانية أن مسؤولين في الوزارة ضغطوا على نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني للإفراج عن جميع الرعايا البريطانيين مزدوجي الجنسية والمحتجزين ظلما في إيران، بمن فيهم نازنين زجاري وأنوشة عاشوري ومراد تهباز. وخلال اجتماع في لندن شددوا على ضرورة عودة طهران إلى المحادثات النووية، مؤكدين أنه يتعين على إيران إبرام الاتفاق النووي بموجب الشروط المطروحة على الطاولة الآن. حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الشركات الأمريكية من متسللين وقراصنة إيرانيين قاموا بالبحث في مواقع الويب سايت الخاصة بالمجرمين الإلكترونيين بحثا عن بيانات حساسة سرقت من منظمات أمريكية وأجنبية.
وأوضح تقرير للمكتب حصلت CNN على نسخة منه أن هذه المعلومات قد تكون مفيدة في الجهود المستقبلية لاختراق تلك المنظمات. وأعرب مكتب التحقيقات الفيدرالي عن قلقه من استخدام مجموعة القرصنة الإيرانية هذه المعلومات لرسم طرق في شبكات الشركات الأمريكية في المستقبل. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا بمشاركة قادة ومسؤولي الدول المعنية والمرتبطة في الأزمة الليبية. يهدف المؤتمر إلى الدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، إضافة إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها. ومن بين أبرز الحاضرين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن الجيش الليبي وافق على إخراج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية من مناطق سيطرته من دون التقيد بشرط الخروج المتزامن. وقالت لجنة 5+5 أن هذا القرار جاء تلبية لطلب فرنسي من الجيش بإطلاق مبادرة عملية لإخراج المرتزقة. وقال الجيش الليبي أن خروج الدفعة الأولى ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة لنقل المقاتلين إلى دولهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب الجنوبية. وأكدت مصادر ميدانية للحدث تنفيذ تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات غربية مأرب أدت إلى تدمير منصات لإطلاق الصواريخ والمقذوفات الحوثية في منطقة أراك في سرواح. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانوا متخفين بملابس نسائية حاولوا الدخول إلى المحافظة لإثارة القلاقل وأحداث الاختلالات الأمنية. كما أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل حوثية إلى مواقعها في جبهة ذنا جنوبي غرب مأرب. وأوقعت القتلى بعد أن استهدفت العناصر والعتاد العسكري الذي تم نقله استعدادا للهجوم، فيما فر باقي العناصر نحو جبال السواد التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية جنوب مدينة مأرب. إلى اللقاء.